صفية الحلقة 15 قاعدتنا فراولة. خرجت الفراولة من الجنة نتقاسموها كما كنا، حفنا ليك وحفنا ليا وحفنا للي يعاود القصية مو القصية الدازوج. بسم الله بديت وعلى النبي صليت، اللي قصدنا بالهنا ربي يهنيه، واللي طلب بالرزق ربي يعطيه، واللي قاصد البلا ربي يبعدوا علينا ويبعدنا عليه. اللي عجبته قعدتنا مرحبا بيه، واللي معرف قدرنا وكارنا الله يسهل عليه، ما يزايد علينا ما نزايدوا عليه. كل مخلوق بقدره وكل عود فيه دخانه، والعود اللي تحقره يعميك، واللي داره من الزجاج ما يطارش ديار الرجال بالحجار. قال لك يا سيدي ويا لالا على هذاك السلطان والملك لله، إذا كدبت أنا يغفر لي ربي، وإذا صدق الشيطان عليه لعنة الله. أصفية كرهت الطياب مسكينة، لو حم دار فيها حالة، تعيا فيها عجوزتها واش سخفتي واش سخفتي، تسكت مسكينة تحشم ما تهدرش. يا أخي واحدة النهار نظرها حمد راجلها، قال لها قولي لي واش بغيتي نشري لك بردي لي قلبي. قالت له مسكينة سخفت على الزلابية وعلى الحمص، أم بصح ما بغيتش الحمص تاع الدار، راني كرهت ريحة الطياب. اطلع حمد الرحبة الجمال، راح عند عمي علاوة الحمامصي، جاب من عنده سطل تاع حمص طايب على الجمر، اللهم صلي على النبي، يا اخي بيته ليلة كاملة ويطيب على الجمر، والبصلة والمعدنوس ريحته تشهي. يجيوهم البلدان باش يذوقوا الحمص تاع عمي علاوة. ومن ثم أطلع أحمد الرحبة الصوف، راح عند الزلابجي عمي رابح. عمي رابح صغير صرت الزلابية في قسنطينة عنده في رحبة الصوف، يجيوه من ميلة ومليانة ويشريوا من عنده الزلابية. روح أحمد للدار، هبطت صفية للكوزينة كسرت رجليها وبردت قلبها. يرحم الرجال اللي قايمة بنساها وطيعة والديها. فاتوا يامات، أصفية حاطة قصعة النحاس وعاقدة كماماتها ومعصبة شعرها، تغسل في قش الشايب وقش حمد. يدخل الشيخة ورا صلاة الظهر، قال العجوزة الحاج محمود راهو مريض. نطقت اللازليخة قالت راه يا الحاج كون غير تخليني نروح نطل عليه الحاج محمود الدقس. نطقت صفية لعجوزتها قالت لها يا لالا درك نقول لحمد كون يخليني نجي معك. خلاه حمد وباباه، راحوا العشية ورا العصر الدار السي محمود الدقس، وقفوا عليه. كي وصلوا قعدوا دخلهم نسا من الحشمة والحياة. قبل ما تدخل البيت وتشوفه، سلت صفية حزامها ودخلت مكبوبة باش ما تبانش كرشها من الحياة. وقفت على راسه دقيقة وهو دعالها بالخير، قالها يصلح ظنايتك يا بنيتي وروحوا. هي مات من وراهم، الحاج محمود الدقس توفى وقعدت زنقة العمام رايتيمة.
أدخل موسم الصيف، أصفية قاعدة مع جوزتها ومرت سلفها في وسط الدار يشربوا في قهوة العصر. ناضت العجوزة تحسب، قالت لها صفية هذا هو شهرك. قالت لها عاشورة وفضيلة والمولد ومشاي على مولد وجاد وجماد ورجم وشعبان، الشهر الداخل شهرها رمضان. هيه قالت لها تنفسي في رمضان. أصفية ساكتة متبسمة. عجوزتها كي راحت هذيك النار الحمامة فاتت على المطحنة نتاع الشط، شرات الروينة باش تدير البسيسة للنفس. كي دخل رمضان وجا رمضان، ليلة النصفية جا الوجاع لصفية. ناضت عجوزتها ندهت لولدها حمد، قالت له جيب القابلة يمينة. امرأة نقية ومرأة تقية تقبل النواف الصور دي ما تحكموش. سهل ربي على صفية نفس تجابت الطفيل، سبحان ربي وما خلق فولة من أمه، العينين زرق وشعره كحل. حمد راجلها دنيا ما هزتوش من الفرحة، ولا زليخة والشايب كيف مرت سلفها فرحانة واللي في القلب في القلب. حطت ما يمينة الصغير في حجرها، قصت صرته قمطته وحطته في حجر اللازليخة جداته، وقالت لها مش رايحين تسميوه. نطقت صفية قالت لها شوفي مع جده. ضحكت اللازليخة قالت لها جده قال لكم دبر روسكم. عيطت اللازليخة الحمد، ادخل حطت له الصغير في حجره، هز عينيه مع صفية قالها نسميه محمود. شافها محسوب واش بكات على الحاج محمود الدقس، سمى ولده عليه. الصفية من الفرحة بهاد الاسم حتى رغرغوا عينيها بالدموع. وزاد محمود ولد صفية وداروا الزرير ليلة النصفية تاع رمضان. الغدوة من الفرحة شيخ صفية قال لزليخة انطهروا طفية في رمضان. قاتلوا لزليخة واخدي الطفل الزاد البارح رايح انطهروا على 7 أيام كيليهودة. قالها لا لا الزاد في النصفية انطهروه في 27. شاور الطفل. هضرت لزليخة الحمد قالها كيما بغى بابا يدير. شافوا الطاعة كيفاش الوليدات اللي مغطية بالستر تاع بويانها. زادت العجوزة راحت لصفية قالت لها واش رايك؟ قالت لها صفية أنا بنتكم وولدي ولدكم. ناضت مرت سلفها قالت لعجوزتها واش نديرو واش نديرو باش نوجدو. قالت لها العجوزة الله زليخة ما عندنا ما نديرو، حلاوي تاع العيد نسبقوهم نديروهم من قبل، مقروض وتشارك ملبس طريف مقرقشات والطمينة تاع الطهور. زاد قالت المرت بنها الكبير كون شتيتي راكي رطبتي شوية حنة تاع ورق في المهراس، أنا وجدوها الحنة الطفيل. نطقت مرت بنها الكبير قالت لها وكش ما رايحة تعرضي لا لا عبيدات. قالت لها اللازليخة لا لا بنتي احنا في سيرتنا فالطهور ما نديروش التطبال، من بكري ام شيخي عجوزتي معلقة الطيرة. ليلة 27 قدمت اللازليخة قالت لكناينها انا ندير فطور اليوم. نصبت جاري حمر بالفريك وطاجين بونارين والقريتلية وطاجين العين، ووجدوا صينية الحنة اللي حطوها مع القهوة بعد الفطور. فطروا بزوج مجامع، مجمع للرجالة وحدهم وللنساء وحدهم. أتلموا مجموعين على صينية القهوة والطمينة، مقرقشات
من بعد القهوة خرجوا الرجالة، راحوا يجيبوا الطهار، الشيخ الطاهر، هو الطهار اللي طهر أحمد أخوه محمود في حجر صفية. قالت لها عجوزتها: هاتي هودي في حجري نفك له القماطة باش نحني له. ناضت مرت سلفها، جابت سينية الحنة حطتها قدام ركبة اللازليخة، قدمت اللازليخة، بلت الحنة الورق وريحتها تفحفح بالحليب وبما زهر، وطرفت يدين ورجلين محمود. كيما بدأت تحني في يدين محمود قالت لهم: وهذا الطفيل هذا يحني بالساكتة. ضحكت صفية، نطقت مرت سلفها، قالت لها: أنا ما تشوفيش لي يا صفية، راني ما نعرفش نغني، غني وانتوما وانا نرد. ضحكت صفية وهزت قالت: طهر يا المعلم وطهر بالتبات، يبرالي وليدي وينسى ما فات، ادخل يا المعلم برنوس على الكتاف، وسايس لي وليدي راني عليه نخاف، ادخل يا المعلم وادخل دار الجود، طهر لي وليدي وسايس لي محمود. تزرع وتقول صفية: ادخل يا المعلم درنالو الطريق، حلاوي في السينية وقهوة في البريق، ادخل يا المعلم وادخل دار الجود، تاكل الطمينة وسايس لي محمود. تغني مسكينة على وليدها وتقول: ادخل يا المعلم وادخل دار الجود، سايس فرد عوينة وليدي محمود. تزرع وتقول: طهر يا المعلم طهر بالكمال، يبرالي وليدي بحياة الرجال، طهر يا المعلم طربوش وحمر، وسايس فرد عوينة عندك لا ينظر. نسمعوا صفية: طهر المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يبرالي وليدي وينسى ما فات، طهر يا المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يبرالي وليدي وينسى ما فات. ادخل المعلم برنوس على الكتف، برنوس على الكتف، وسايس لي وليدي وانا عليه نخاف، طهر يا المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يا مرالي وليدي وينساها ما فات. ادخل المعلم وادخل دار الجود، وادخل دار الجود، طهر لي ولادي وسايس لي محمود، طهر يا المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يا مرالي وليدي وينساها ما فات. ادخل يا المعلم درنا له الطريق، درنا له الطريق، حلاوي في قهوة في البريق، طهر يا المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يا مرالي وليدي وينساها ما فات. ادخل يا المعلم وادخل دار الجود، وادخل دار الجود، تاكل الطمينة سايس لي محمود، طهر يا المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يا مرالي وليدي وينساها ما فات. ادخل يا المعلم وادخل دار الجود، وادخل دار الجود، سايس فرد عوينة وليدي محمود، طهر يا المعلم طهر بيت بيت، طهر بيت بيت، يا مرالي.
بالكمال طار بالكمال يبرالي ولايدي بحياة الرجال. طهرين معلم طهر بيت بيت طهر بيت بيت يبرالي وليدي ويرسى هم بيت. طهرين معلم طربوش حمر طربوش حمر سعي سفار دعمينا عندك لا ينظر. محمود يديه ورجيلاته مخضبين، يدخل شيخها وراجلها حمد ومعاهم الطهار يطلبوه في الطريق. كي سمعت أصفية شيخها يسلحن عينيها رغرغوا بالدموع، تفكرت باباها وامها اللي ما حضروش لفرحتها بوليدها. اطهر محمود ولد حمد وصفية ليلة 27 وباتوا صاهرين فرحانين وزاهيين. في الختام نطلب من الله يهنينا ويمنينا ويرفع هاد البلاء علينا، ربي يحنن قلوب الأولاد والكنين على والدينا، ويخاوي العشرة بين الخاوة، ويجعل الصلاح الكل من طلب سباب الربح والسطرة والفلاح. الله يجمع الشمل المشتت ويجبر القلب المفتت ويصلح الحال ويرزق الصحة والهنا قبل المال والغنى. اللي حبنا ما بلالنا قصر، واللي كرهنا ما حفرنا قبر، كل شي بيد الله مكتب مقدر. ربي يرضى علينا ويرضي علينا والدينا في هاد العواشر إن شاء الله، ومن صلى على نبينا في الأخير الله يبعد علينا البلا وبلالا.